يقول: هل طاعة الوالدين في الجهاد في سبيل الله واجبة وإن لم يأذنوا فماذا أفعل؟ الجهاد الذي هو فرض كفاية لا بد من رضا الوالدين، لأن الذهاب إليه سنة، ورضا الوالدين واجب، لا تقدم السنة على الواجب. وجاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم يريد أن يخرج مع المجاهدين، فقال له صلى الله عليه وسلم: أحي والدات؟ قال: نعم. قال: ففيهما فجاهد.